السلام. ايوه عرفيني بنفسك. امل. ايوه امل. دلوقتي احنا عملنا الثوره من يوم 25. ايوه امل. ومشينا وتعبنا. ايوه يوم 28 الشهداء كلهم ماتوا. ايوه مفيش حد عمل حاجه واحنا جايين هنا عشان القصاص. مفيش حد بيتحاسب. مفيش حد بيتحاسب خالص. طب احنا بنرتاح ليه؟ احنا عندنا شهداء. انت يا رب. ايه ابن خالتك؟ مات في ايه؟ اسمه ايه؟ مات في شرقي. اسمه شرقي. كان بيعمل ايه بالظبط؟ كان مع المجاهرين. مات في رشاشه. ده يوم كام؟ ده كان يوم 28. ايه؟ اسمه ايه؟ محمد عبد الرحيم. طب مين اللي ضربه؟ من الاسم جوه ولا من الاسم؟ بلطجيه 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 طلع عليه ضربه. وانا بشير. انا اسمي احمد فتحي. بشير اللي طنطاوي كمان يسيب الحكم ويسيب المجلس. لا هو مش بلطجيه. هي كانت النظام. اكيد في ناس ياما هتمسك وهتبقى شريفه. لا هي كان النظام اكيد لان كان مين من البلطجيه كان معاه السلاح. ماشي. انت عايزه برضه المشير يمشي؟ انا في التغيير. انت عايزه المشير يمشي؟ احنا عايزين بلدنا تتغير. انت معتصمه وبايته هنا ليه؟ عايزه ايه؟ يعني عشان مطالبنا تتنفذ. ايه هي المطالب؟ مطالب اللي الناس كلها عايزاها. ايه هي؟ ايوه اللي انت اللي نفسك نازله مؤمنه بايه؟ النظام يتحاكم. النظام يتحاكم. مين النظام اللي يتحاكم؟ النظام الفاشل. مين النظام اللي قصدك مين؟ واللي كان تحت منه واللي تحت منه كله. كله. انت رايك يتعمل ايه يعني دلوقتي؟ يتحقق. على تهم ايه بقى بالظبط؟ على الشرقات اللي هم سرقوه. انا العدل. وانت يا امل معتصمه ليه يا امل هنا وبايته ليه؟ العدل يتحاكم على 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 الشباب لان هو يقول انا ما صرحتش بضرب النار ويقول لك انا عاوز مبارك. هو قال لي قال يجيبوا الاثنين ويخلصونا. ومين تاني غير مبارك والعدل؟ صفت الشريف. ومين؟ فتحي سرور. فتحي سرور. كله بقى كل العصابات اهو في ناس ثانيه. كله العصابات. بس انا بقول لك بقول حاجه. احنا كان احنا مش بنقوله يعني المشير اهم حاجه. بس الصواريخ الجزمه اللي انا بشيل بيها حسني وحماس في الاصيله. يلا بينا يعني احنا مش بنقول المشير يمشي ولا حاجه. احنا مش عايزين يبقى متواطئ. هو اب لينا. ما ينفعش يعني ان هو كل مره يبيعنا كده. طيب وما يمشي بايته هنا ليه ومعتصمه ليه؟ لا احنا مش معتصمين عشان ما يمشي بايته ليه؟ بايته هنا ليه؟ بايته هنا ليه قدام دلوقتي انا بصور وراقي قياده المنطقه الشماليه العسكريه. انت بايته هنا ليه؟ قولي لي السبب. فين بيتك هنا؟ النظام الفاسد ده يتدهر كله. عيالنا ما يطلعوش يشوفوا اللي احنا شفناه. ساكنه فين؟ ساكنه في الورديات. بتشتغل ايه؟ ما بشتغلش. عندي محل. عندك اولاد؟ ما عنديش اولاد. هم اتجوزوا. النظام الحلو. انا مع الناس مش هتكلم بس